سلام، أجي ونحط سحور بوجبة من طبق مغربي وسلطة ومقبلة للذات. غادي نحتاجو الكوكلي محمر، 3 معالق ديال الثومة والملحة، غادي نزيدو لهم 2 حبات الهيل وشوي ديال بسيبيسة، معلقة كبيرة ديال الخرقوم، معلقة كبيرة ديال سكنجبير، معلقة صغيرة ديال البزار، غادي نزيدو ليهم شوية ديال الماء، نص كاس ديال الماء تقريبا، وهو اللي غادي نربوه به، ما غاديش نزيدو الماء للدجاج. غادي ناخد الكوكلي وغادي نحيد له العنق ونبقى نشرملو، ولا بغيتو تخليوه يتشرب مزيان بهاد الشرميله خليوه واحد على الاقل 1 ساعه او لا اكثر على حسب ظروفكم. في طنجره غادي ندير الكوكلي غير بوحدو، وغادي نخليه على عافيه قليله مده ديال 10 ديال الدقائق، غادي نضيف ليه داك الماء. من بعد ما كدوز 10 دقائق غنزيد ليه نص كيلو ديال البصله مقطعه رقيقه، وغادي نعاود نغطي الطنجره ونخليه على عافيه قليله المده ديال ربع ساعه باش كتهبط ديك البصله وكتطلق الماء ديالها حتى هي. من بعد غادي نزيد القزبر والمعدنوس ونعاود نغطيه ونخليه واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع باش يطيب على خاطرو. كنحيدو كنديرو في الصينيه، وكنضيف الكبده البصله او ديك التغميره ونخليها تطيب على خاطرها واحد ربع ساعه وتتغمر. بالنسبه للكوكلي كناخذ معلقه صغيره ديال الزبده ومعلقه صغيره طماطيشات الحك، وكنتخلطهم مزيان وكندهن بهم الكوكلي باش كيعطيني لون محمر ومذاق ملح وزوين. كندخلهم الفران يتحمروا مزيان وتنقدمهم، كيكونوا تحمروا وفي نفس الوقت التغميره زادت تغمرات مزيان، كنخليها على عافيه قليله حتى كتعسل وكت يعني كتوقف من الماء، ما تبقاش فيها الماء في مره. غنزين الكوكلي بشويه ديال الهريسه والحامض من الفوق، واللي بغات دير الزيتون في وسط التغميره ديرو تيجي حتى هو محمض زوين. وغنزين ايضا بالبيض، وهكا حتى نكمل الطبق. وندوزو نصايبو السلطة. بالنسبة للسلطة فغناخد مطيشة سوغيزان نقطعها، الخس، الجرجير اللي عندكم، الحبق اللي عندكم في الورق ياس يصلح للسلطه، السلطه ديروه. انا درت الجرجير والخس. غادي نزيد مطيشه مجففه اللي ديجا سبق حضرتها لكم، غتلقاوها في صندوق الوصف، وحتى الفلفله حتى هي اللي مرقده غنزيدها لهاد السلطه. هادو كلهم تلقاهم في صندوق الوصف في الفيديو ديال التحضيرات. زدت واحد شويه ديال الزيت اللي كنت دايره مع الفلفله باش تبنن الشلاضات تعطيها واحد المذاق، شويه ديال الحامض، الملح بطبيعه الحال، ومعلقه ديال البيستو اللي حتى هي غتلقاوها في نفس الفيديو. وغادي نقدمها. غادي نزين بشويه ديال المطيشه وشويه الكريفات حتى هما غنحطهم من الفوق، كيبقاو اختياري، تقدروا ديروا طون او اي حاجه متوفره عندكم. البيض، فرشه ديال الزنجلان الا بغيتو، والسلطه واجده. بالنسبه للبطاطا كناخذها وكنقطعها بوطيطوس، خديت هنا نص كيلو ديال البطاطا.
غادي نغلي الماء مزيان حتى كتطلعوا الغليه، وكندير فيه البطاطا وكنخليها تعاود تغلى مره اخرى، غير كدير ديك الرغوه كنحيدها وكنصفيها من الماء. مقله غندير زيت الزيتون، غادي نلح فيها الشامبينيون يتشحر، من بعد ما كيتشحر كندير له شويه المليحه شويه الابزار، وغادي ندير ليه لاكريم تقريبا 150 ml، وغادي نزيد الشيدر ونخلط حتى كدوب الشيدر في وسط هاد لاصوص. غادي نزيد ليه في الاخير اما السيبولات او المعدنوس على حسب اشنو عندي. البطاطا من بعد ما كتطلعها الغليه غنصفيها كما قلت لكم من الماء، ندير لها مليحه ابزار، نضيف لها شويه ديال الفلفل الحار وناخذها نقليها او ندخلها الفران حتى كطيب وتحمر. كنجيبها كنديرها في ديمول ديال الفران وغنكب عليها شويه من داك الصلصه من فوق منها، والعشيوه كلها هي واجده بالصحه والراحه.